خلي العديان يدوقولي دولان. الشباب الرياضي لبلكور، مدرسة في البالون، وتاريخ حافل بالألقاب والبطولات، بالإضافة إلى أنه النادي الوحيد اللي عنده سلسلة أرقام قياسية ما حققها حتى كلوب في شامبيونا ناسيونال. في قهوة السي شريف بوروبي في العقيبة، وبتاريخ 15 جويي 1962 تلاقى عمي مسعود مراد وصاحبه رشيد بودربال مع جماعة أصحابهم من ليكيب تاع وداد بلكور، وقرروا يتوحدوا في أنسل كلوب اللي سماوه الشباب الرياضي لبلكور. لا بروميير اباريسيون تاع السي ار بي في الشامبيونا كانت سنة 1963 تحت إشراف المدرب يحيى سعدي. بالمشاركة تاع وليدات بلكور في أول نسخة للبطولة الوطنية ما خلاتش أثر كبير أليبوك، بصح في لي سيزون اللي موراها الشباب راح يسيطر على الشامبيونا بالطول والعرض غاسا اون جينيراسيون دو جوور اكسيبسيونيل كيما حارس المرمى المتألق عبروق كلام سلمي، بلا ما نساو الأسطورة ولو ميور جوور دو تو لي طون لو جيني حسن الالماس، أحسن هداف في تاريخ الشامبيونا تاعنا إلى اليوم برصيد 150 هدف. عام 1965 سيربي رجع أول فريق يتحصل على الدوبلي. إسكي إمبريسيونون في هذا الباركور سيك سيربي حقق 72 نقطة كما تمكن من تسجيل 63 هدف. بالإضافة لهذا كامل ليكويكيبيي تاع الماس قدروا يحققوا لو ميور ريكورد تاع لي ماتش سون ديفات برصيد 23 فوز متتالي. 1970 الشباب يصبح أول فريق جزائري يتحصل على ثلاثية تاريخية. إميزا بار لا كوب والشامبيونا لو سي ار بي هدى للجزائر أول كأس مغاربية، وهذا بعد الفوز على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1. بعدها بفترة لي روجي بلون جازوا بفترات صعيبة بصح قدروا يعاودوا يولوا البوديوم بعد غياب تاع 30 سنة، وين قدروا سنة 2000 و2001 بالتتويج مجددا بالبطولة غراس ا اون ارمادا دو جون جوور كيما عرفات مزور فيصل باجي علي موسى واخرين. سون زوبليي كو سي ار بي اكطويلمون عنده 16 تيتر اونتر كوب اي شامبيونا، اي لي ديرني تيتر اللي تحصلوا عليهم احفاد محمد بلوزداد هما لي دو شامبيونا كونسيكوتيف اللي ربحوهم في 2020 و2021. وانتم ما في رايكم، هل الشباب قادر يحافظ على اللقب دياله؟